كلوب ساندويتش مع البول باربيكيو. اوكي الباكجينج واضح عند الاثنين كثير مرتبين. هذا بنعطيه 10 على 10 وهذا 10 على 10. خير بول كثير مرتب الباكجينج صراحه. واو اوكي نابكن شغله شو قصتك. اوكي حقه عنده 264,000. اوكي برهتين اوكي ضلوا بهي الطريقة بس اكيد بول افضل فيه وارتب اكيد. بس برهتين باعت معه فرايز. لك شو بوكس الفرايز عن برهتين قدام برهتين. اوكي وحقه 270,000 يعني الفرق بيناتهم تقريبا شي 24,000. يعني اذا بدكم بيناتهم نفس السعر بس الفرق ال 24,000 هي الفرنش فرايز والفرنش فرايز 24,000 مش كتير غالي. بعدنا لحد هلا بالباكجينج اثنيناتهم قوية وحوش اذا بدكم. بالسعر اثنيناتهم نفس السعر يعني هذا التنافس الشريف موجود بالمصلحة. خلينا نجرب الاكل يلا. اوكي شو هيدي كلاب ساندويتش ولا برجر؟ شو عم تحكي؟ شو؟ شو هيدا؟ هيك لا اوكي برتر تيم بيقدمها بهالطريقة بخبزة شباطة شكلها حاطط لها موتزاريلا تشيز. فكرة جديدة مان. أنا كل شيء تقليدي ما بحبه. هو عملها بطريقته الخاصة. حبيت له راسه. يعني هلا لو الدكتور فود مصوره هيك بتعرف قد ايه كنت باكل علي انتقاد. بس برافو عليه. بدي اعطيك هلا 5 علامات سيدي لباكر تي. عن جد متميز بخبزي معينه. اوكي البيض البندوره الروكا الدجاج تركي او الهام. اوكي anyway. فرحت لي قلبي يا بارتر تيم وحياة الله. اوكي خلينا نشوف عن بول. لك بول شو مرتبة شو كلاس. ايه شو خلينا نفتح. وهيدا الكلوب ساندويتش عنده. اوكي خلينا نفتح وحدة. اوكي دجاج وخس وكبيس واكيد هي الكلوب صوص مصر ومايونيز. اوكي اثنيناتهم نفس الانجريدينتس تقريبا موجوده بقلبها. وهذا الفرنش فرايز خلينا نجربه. بعثوا لنا اياه باكر تي. شو البطاطا مش مقشره صارت نص البلد بتعملها هي زيتها. طيبين دقيقه شوي. فعلا مأزوي بطرتي كبر القلب صراحة. شو هالخبزة الحلوة. شو هالكومبينيشن الرائع الدجاج والبيض والتوميتو والروكا الصوص والخبزة والجبنة من فوق. طريقة جديدة كليا كتير طيبة. فكر قلبها. وانا انه هذا محتوي انا صراحة وقت الاقي هذا الشيء اكيد حانبهر اكيد حاعطيه كريدت لإله. تعالوا خلينا نشوفه. بول عنده دجاج مهمة. بدنا ندوق شافة الدجاج بس مش مبين كتير صراحة.
فخلينا نذوقك من الاسفل. طيب كثير كمان. خبزة حمصة مظبوط. الصوص البيض كمان طيبة. اوكي مثل ما شفتوا جبنا اثنين كلاب ساندويتش من محلين بول وبرتر تي، اثنيناتهم طيبين، الباكج اثنيناتهم كثير مرتبين اكيد، بس الباكجين ك كفر من برا وكذا اكيد بنعطيها لبول. بالتيستينج اثنيناتهم طيبين، المكونات الموجودة بقلبها هي ذاتها 100%. اما برتر تي فكر اوت اوف بوكس، روح جاب خبزة خلقها من عنده، حط نفس المكونات جوا وحط هالتشيز على راس منها وعملها على شكل برجر، لانه لعب على نفسية الزبون. ذكي كتير، لانه انا ايام بروح بدي اكل كلاب ساندويتش بقول ما حتشبعني شقفتين، هون حط لك اياها على شكل برجر بصير تطلبها على طول. نعطي الافضلية لبارتر تين.